مكملين اخبارنا، ولكن الخبر القادم من اخبار الكانوي والكياك اللي اظهرت سلبيه مسحه فيروس كورونا اللي اجريت للاعبي المنتخب خلال الايام الماضيه استعدادا لدخول معسكر تدريبي في المرحله القادمه. منتخب الكانوي والكياك اجرى مسحه فيروس كورونا لجميع اللاعبين والجهاز الفني والطبي والاداري، وكانت ظهرت سلبيه المسحه والحمد لله الجميع بخير. اتمنى السلامه ان شاء الله لكل الرياضيين. منتخب الكانوي والكياك عشان حضراتكم تكونوا متابعين معانا متاهل لدوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو 2021، وعنده بطولات دوليه خلال الفتره القادمه اللي من خلالها المنتخب هيستعد لدوره الالعاب الاولمبيه، وان شاء الله هتكون فرصه لتجهيز اللاعبين بشكل مميز.